لكل المهتمين بالسينما وعايزين تعرفوا ايه اجمد الافلام اللي موجوده، تعالوا معايا عشان تعرفوا الفيلم اللي هتدخله في السينما هيكون ايه. السلام عليكم، ثلاجه فيها ميه، انا جعان قوي. فمن الافلام الاعلى ايرادات الاسبوع ده هو الهوى سلطان، وصلت ايراداته ل 26 مليون و600 الف جنيه، والفيلم ده بطوله منى شلبي واحمد داوود ومن تاليف واخراج هبه يسري، والفيلم بيدور في اطار رومانسي اجتماعي لايت وبيستعرض علاقه الحب بين الصحاب. وبيجي بقى في المرتبه الثانيه فيلم جلاديتور الجزء الثاني، وإيراداته الأسبوع ده 8 مليون و100 ألف، ومن أبطال الفيلم بول ميسكل وبيدرو باسكال ودنزل واشنطن، ومن إخراج ريدلي سكوت وتأليف ديفيد سكاربا وبيتر كريج. بتدور أحداثه حول لوشيوس ابن حبيبته ماكسيموس واللي اسمها لوسيا، وهيموت ماكسيموس وهتتقلب موازين القوة. وفي المركز الثالث بقى فيلم فينوم ذا لاست دانس، وإيراداته 2 مليون و600 ألف جنيه، وهو من إخراج كايلي مارسل وتأليف كايلي مارسل وتوم هاردي، ومن أبطاله توم هاردي وجونو تيمبل. وقصته بتدور إن إيدي وفينوم مطاردين من جهات كتير، وبيكونوا لازم ياخدوا قرار مدمر في المغامرة الأخيرة من رحلتهم. وبكده أكون عرفتكم كل الأفلام الموجودة ونبذة عن قصتها. قولولي بقى في الكومنتس هتدخلوا أنهي فيلم، وإيه الفيلم اللي قصته شدتكم أكتر. ومتنسوش تعملوا لنا فولو لايك عشان يوصل لكم كل جديد. باي.